مرحبا حبايبي، كيف كان؟ رح عيد معكم أحد الوصفات يلي شهرتني، بيتزا بعجينة لثلاث مكونات بدون فرد عجين وبدون توسيخ المطبخ، بتطلع مقرمشة من برا وقطنية من جوا. ورح قلكن السر لتطلع معكم الجبنة دايبة دوبان. أول شي رح جهز الصلصة، بدي زيت زيتون، بندورة وبصل، معلقتين توم مهروس، رح ضيف عليهم ملح وفلفل وبابريكا وأوريغانو ودبس بندورة، بغطيهم يتسبكوا 10 دقائق، بعدين بفتح عليهم لحتى يبردوا. وبجهز عجينة لثلاث مكونات، بدي 4 كاسات ونص طحين، 4 معالق حليب بودرة، رح أعجنهم بكاستين مي دافين مدوبة فيهم معلقتين خميرة فورية. رح شغل عجانتي الكيوت على سرعة عالية بعدين خفض السرعة. صارت عجينتي جاهزة وطرية ومطاطية، حتى اشتغل فيها لازم بالإيدي بزيت الزيتون مشان ما تلزق. رح اتركها ترتاح نص ساعة وجهز الصواني تبعوتي. دهنت الصينية بزيت الزيتون ورح ادهن إيدي مشان اشتغل بالعجينة. شوفوا ما شاء الله شو طرية وسهل الشغل فيها، لا بدها لا شوبك ولا طحين ولا توسيخ مطبخ. هلأ من أهم أسرار البيتزا انكم تكتروا صلصة بندورة، لأن هي يلي بتخلي جبنة الموزاريلا ما تنشف بالفرن، وكمان بتحموا الفرن قبل ب10 دقائق من ادخال الصواني، بعدين بتفوتوا الصواني على اعلى درجه بالفرن. مع تشغيل المروحه كيف بعرف انه استوت؟ بتبلش تتحمر الاطراف، بتاكد من تحت، اذا تحمرت بشيلها بقطعها وهي سخنه بهذا الشكل، بتركها 3-4 دقائق لترجع هيك تلزق الجبنه ببعضها وبقدمها بتشهي. وهلا يلا نجرب وندوق. بسم الله، شو رايكم بنوتات؟ كثير طيبه ماما، يسلم ايديك.